يقول أفلاطون: الموسيقى قانون أخلاقي، إنها تعطي الحياة للروح والأجنحة للعقل وتنقلك إلى الخيال. فالموسيقى جزء لا يتجزأ من المجتمع في جميع أنحاء العالم، تغذي الروح وترسم خريطة عواطف عبر أغنياتها. بعد مرور سنوات قليلة على الزلزال الذي ضرب مدينة أكادير، وبالضبط في سنة 1967، افتتح السيد أحمد أقديم أقدم متجر لبيع جميع أنواع الأشرطة الموسيقية والأفلام في المدينة تحت مسمى صوت الرشاد، والذي كان في بادئ الأمر متجرا لبيع الكتب. وفي سنة 2018، وبعد وفاة السيد أحمد أقديم، انتقلت ملكية المتجر إلى الابن أمين أقديم، والذي تبنى مهنة الأب وأكمل في العمل الذي بدأه، فاستبدل اسم صوت الرشاد بتسجيلات زمان. قديم 23 سنة توكل في المحل الفينيل ريكورد زمان. نداء تلاح قدير حزقت مراكش تمن الكنيسة للاح البطوار. نداء ريكورد زمان يقا يل محل رجس نسان لي فينيل دلي كاسيت دلي كاسيت فيديو دلي تيشيرت لي باند. نداء نتا كاتين من لي محل المحلات لي قدم نحو قدير. يعني المحل دي بدا بدا 1967. انت الوالدين تبدان الوالدين وغلا انت كاتين في الاول كاتين درس مكتبه، مكتبه اسمها سيد لمكتبه الرشاد. يد من بعد مع المده انت يقرر رئيس بعد الدومين التحول الدومين الموسيقى، يعني زنزالي فينيل لي كاسيت. نيد غير دميت بكري كانتين لي فينيل غولان اريسني قلي الثمن. نيد كانتين الشركات المغرب وجد انت بزاف، يعني كانتين ورد كت بزاف المسافه باش ادي صوت لي فينيل. كانتين غير حد الدار البيضاء مثلا زو ديسك غام تيشكافون بوسيفون الشركه ديال ضنين. نيد غير مع السوشيال ميديا دميت نصافي ورد سنتا وين لي فينيل الأغلبية الشركات أدقن نيت الناس ميت نوسن وقانا انتي ريسي، يعني ارنتفت لي ديجيتال ايوي بزاف ايوي بزاف الوقت فاغ في ميت نغلد نيت وارس انا فرتن في القصيد لي ديسك دا لستوار المحل يكني ساكن نيح 1967 نيت المحل اللي يقدم نحو قادير. نيت الوالدينو ماني كسيب دالي ستور ستور الفينيل كانتين كاتين داس مكتبة كان اللي ساكن في زوار. نيت كاتين ابخي دار السبعينات كانت التمانينات يشانجي
حيت ميد النقطة كانت تنار صان بزاف لي فينيل، يعني انا كاش كدا جربت نكي لي فينيل، حيت نتا غينا غينا نكي اوم صح المحل من 2018 شهر غيلا 2021، يعني هاد وقع عند بزاف التغيرات منا ميدن ورسو نتا وين لي فينيل حلمو دايا، ولكن من بعد الاواخرات ميدن ارسال لي فينيل لي دار تقلب نسلي كاسيت، خصوصا ميد لي الا هوروبا لي دار غينا حتى المغاربه غينا دار تقلب نسلي فينيل غينا هذاك في كميتا غينا زاد ديسك محمود غينيا فاضيرة 2020 نيت دار هيف مايند ريكورد نيت غينا دميتنا ارك سقسن اسدار كلي فينيل نقناوا داك لي فينيل الغيوان شي جلالة غازن تيني تاوتي ارسلان راكي تاوتي علاش ستين تاوتي ايرومين اوين الخيران، يعني بنا مغيد الوقت اللي تيني كيجاد بنا مورتسون كيسي تاوي يعني صافي يفرط كيس قول لي فتو هاسي فتو طورات نساري كي تيني كنا ودي غير صغيح زرارهم يعني يوي زعما طورات نتما زيرتينو، ولكن غنا من غير تسك قدامي 100% ميد ناد سنترينس لي فيني لي دا ناد لي ستوار لي فيني اللي تبدا الخمسينات تقريبا خمسينات الستينات كانتين فاند لي فيني 45 33 78 تور الاغلبية نهار نستخدم لا ماشين الكرامافون نيت نتني دغيا رزان ماشي زود 45 33 نتني المشكل نسن نقال البلاستيك اللي تحت نسر ستعفو كتار تعواجن نيت انساو الغينا دحك لي كاسيت فيديو لي كاسيت فيديو غلا تنتني ميدن ايكا اللي ساكني نفس المشكل ميدن مبكري كانت تينات يستوين قلنا دي فالي دي فيدي لي سيدي صافي فرطن من بعد غينا الدهار ده التورين يعني الرجوع للاصل فضيلة بالنسبة للمبيعات نكير تخدم اغلبية دي ميدلي لنا على براد المغرب يعني تني دي سنتعمل باغ انستغرام ولا ايميل نيدا في الاواخر هاد مدى نزيد 2020 2021 لان ميت المغاربة دارك الداري تاش كان سلمها لارساق صح لي فينيل ارساق لي فينيل دلي كاسيت دا لي ماشين الفينيل تانتني نينو ان شاء الله من غير سكت ام اي ليل خير ان شاء الله اي ليل خير حيت نيت ارت فرح صراحه الزراح ميت نغنى زود سموليكس دا بزاف مغني زود باب البلوز تانتني دا حسن ورغي ارطاين لي ديسك يعني من غير سكت ام باين نسا ديلين دا حرين ميت سلي ديسك نيت تلاهي القضية لان بعد لي ديسك دلي كاسيت غبرن نبصح يعني ورقيسن قولني حط دي الشركة لي كوبي ورقيسن تضي بزاف نيت الاغلبية قيسن ارني انتفت ما بين السبعينات تمانينات تسعينات يعني الخير انا نقيس انتفت ما تقريبا كران 500 كوبي 600 كوبي، ولكن سميتو انتفت لبعد نميد دارسن الكاسيتان تغبر ولكن ورس نسقي متنس يعني ارت طامز نار تلعب نسين دا ولا دارس نتاروان سنة تشبود نسين دا ارت تسخسار من بعد لحن الكاسي دايان نيدا لان لي ديسكي كان نيدا ساكنه لان لي ديسك لي غبرن لي سوان بزاف تمن تمن المعقول نيد ميد نورس نسقي متنسن يا مارت طامز نار سيسن تلعب يا مارت نرزان يا مارجيس نتشعل لعفيت بزاف الحوايج نيت عايد غينا عايد غينا دايت اي تغمن بنام اوريسنس الطورات نتما زيرتنس اكي حي فاخت ما زيرتنس ايتيني كونكا داروج شي الحاج كونكا قيست الله بالنسبة اللي كاسيت داري قيات المجموعة اللي كاسيت اللي تقا من نوادر اللي شقا بنا ما ستيا في الوقتات نيت بنام ديما داسيني الحاج طلاح الكاسيت طلعت حديسك طلعت حكاسيت الفيديو حيت ديجا شكيت الوقت خصون تحتاجات دقاميدات ندفت حيت بنادم ديما السارو ريح قر الحاجت
ديما الحاج تاتي درس القمت، هو درس القمت الصد درس القمت الصباح. بكلمات الاعتزاز والافتخار يتحدث أمين أقديم عن الإرث الثقافي الذي تركه والده. الإرث المتنوع بين تسجيلات الفينيل وأشرطة الموسيقى والأفلام، والتي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن الماضي. الشيخ علال والشيخة ليتماس لا ودي كان الاغنيه الاصليه ان اقعق يا زبيده ولا تيغان الدري ود لي جولدن هانز نجالين بالنيس هو دي جاي الجروب نروك نيت لونيت فارد انا دفوت سيمس بوستي انت نتغنين روك مغربي سي دي سي اوروبي ولكن غنى مغربي داري ود حوشني من تانيت هاد يقا أحواش يتعلق س أيتي من تانوت نتقيس بزاف اللي زان سريمون اللي الأغلب يعني ميدنا تعجبن لا داري ودنا بوشعب البيضاوي بوشعب البيضاوي يقا الفنان شعبي ها في طران الستينات ندات بزاف التسجيلات نداري هويد زود محمد العروسي ربح درياسة داري ود الرئيسة خدج لوريكية فاطنة بنت حسين داري ود مولي حمد ود قيس اغنية تكشبيلة داري ود غير محمد اختد فصلت من موروكو فولي فاد حرف سيمستر سين ديت دا اسم نتختاد لسون شركة ساكاف تقال الشركة اللي قصيت لح الرباط و بي غلاد يمكن ورسون ورسون طيب قصيت لا دارحة هو عبد المجيد قرابي عبد المجيد قرابي وسوق ديريقا الشركة صوت المعارف حيت دوا دي لا سيمون سايس هو دي غنانة كريمة هاش دي سون فاسيفون ميت فاسيفون الشركة تلاح طريقة جديدة فاس مقاحقة لا لا ويد مجموعة شفيق نادية صوت لحباق ادنانا ويد جروب افوس هو نيت الشركه ساكافات دي تلعبنا صد الروك يمي كنت قناويت لا هو الشاب سطوفل وجدي هو ده له وجده اديسيون سونيا ديسك اتلختد صباح حسني الشركه نبوسي فيزيون شكون بوسي فيزيون درس بزاف الفروع درس المغرب فرنسا بلجيكا كنت تريد بزاف لي ديسك ديال كاسيت بزاف الفنانه طلعت نجات تازي الشركه فاسيفون ارتغناي الشعبي الجازز تين نجات عتابو انت لا الجروب هاد جروب الزاويه لي ديسون كوطار ويد مهم ماشي ديسون كوتوس الحال اليوم اويد يلا دبا في الكاسيطة هاد نيتي خصي بزاف لي زانفورماسيون باش تنفلس سمنح باش هاد السحمة قال الجروبات لاصنت ولكن عرفتيني هي قال المغرب ولكن من المدينة بالضبط و تاسن يدالي بزاف لي كاسيط يا ضنين زيد داك هي المدينة يا ضنين زيد
هو مامون الصورة ويد لانه يمكن الحسيمة الحسيمة ستني حيدا تغنين تصيانيد نيت الأغلبية الأغلبية كاسيتا تادي شقات نتاف مرا على ما كان البونا تقديم حل الفطرة سبعين ستني كالوالي دي نارسيسي تقيسي سالي ديسك الدار بيضاء دار مدى غينا دا حميلو ديسك كازافون أطلس ديسك خبسين دار الشركة العالمية للتوزيع دار بوسيفون هيت كاتين ولي هذا شنو تعمل بزاف المهم اغلب الشركة اللي كتيني كنقطة نزيد لاسيفون تلايد ساخ ديسك ديسك مونستر انتر موزيك لاسيفون تنتني هيت كاتين بزاف هذا شنو تعمل تلايد إديسيون أموريغ صوت الحباق لايد ديسك غام لايد راديو سونيا ساخ ديسك أطلسيفون كله هو ديك كتن والي دار ديسني تعمل بزاف كتن ديسني صالي ديسك دار غيد كرانت ساورنس هو دا هافو 1994 تاند ودي قام التوكنز تاند التوكنز غير كرني تسرام تلا اختاد نيت نتاح المحل حل بلاصة نيت بالضبط نيت نح نح بيد حركة نيت تغرين سدياس كنوم كلتوم نيت غنى تغرين هلا فريد لا ترس نيت سميت نليز واند ليل المحل قد صوت الراشد نيت تليفونه دستيني كاري تخدم الوالد نيت كان ليت الزرام صوت الرشاد هذه كتين بزاف صراحة حلقة كانت تلميذ نار التشكان أرسل لك صيد كتين لقطة الرواز صراحة كتين بزاف الميت لقطة اللي هي اللي لقطة الكاسيت ميت نشط في الجيجن كل شيء التشكا أنصر الكاسيت أران تمول الفاميلا قلنا الكاسيت مجلة كل شيء تصنعتي فرح وادك ندلا لا داري ود 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 البني الصحيح لي ديسك محمود جنياح 2020 دار الشركة نيف مايند ريكورد شركة لانجلتير نيت لا داري ود اوتوغزاسيون خطا دكاتين اوتوغزاسيون ان 1900 و جبونز 1967 كان نيت نسنا خطا دكاتين عرف غنى شتي تطلقت الموسيقى لقطه انا الفلاس تخلصت باش تصنت الباف زعما باش تصنت ميدنا على برا نيت خطا التصويره الوليد جبونس يغان كران ديسك ولا اريسكار كران المهم نيت لاخت التصويره الوليد ديم الدكان ساعتها قلنا سمي كا الشاب ويد غاني من الدكان تشكرح صراحة حيت فلي ديال الكنز مقورن يعني الكنز اللي شقا تسنتا في تلقتاد حيت مع الانترنت لي بلاتفورم لي ديجيتال كلشي خدم يعني باش كي هذا كيف الوالد انك انطورات دار سكر تقريبا اني 60 عام 70 عام تشكد كي تامس طلوت قيس يعني هاتي الحاج شي فرقينا يا صراحة ديما صراحة إنا قالك التنين تبحر في تبوك اللي يغلبوك واي كان نيتا قال حال صراحة نيت بخير الحمد لله نمز الدومين نسمي الدنيا ضنين نزرع الكاسيطات نكاتين وجنس نيسلاند حي المغرب انت تعرف دمي الدنيا ضنين على برات المغرب يكاد نيساك نيه دا سميتو تيرا تيرا تشكر حبارة
اي حيت سميتو هاي الليف لهادي بزاف هادي كنزني دايقا كنزايقا. المتجر اصبح مكتبة للزوار يلتقطون فيه صورا تعود بهم لايام الزمن الجميل ويقتنون اشرطة الموسيقى والافلام رغم قلة استعمالها، إلا أن هناك من لا يزال متشبتا بهذا النوع من الأشرطة بالرغم من اجتياح الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي له. أمين أقدين ذو 23 عاما نموذج للابن البار الذي لم يتخلى عن حرفة أبيه وعن الاهتمام بالثقافة والتراث والإرث الذي خلفه له، بل طوره ليصبح متجره أقدم متجر في مدينة أكادير متخصص في الأشرطة الموسيقية القديمة. آخذا بمثال تبع حرف تبوك ليغلبو طريقا له. لا 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 لا